السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم اللي تابعنا في خلال الأمسيات الرمضانية في أيام الجمعة من رمضان، طبعا منوجه اعتذارنا وحبنا لجمهورنا، لكن بلغكم بأن الجمعة القادمة من رمضان لن يكون هناك أمسية في باب العمود، وذلك بسبب منع الشرطة لهذه الأمسية. احنا طبعا كنا معكم في الجمعة الأولى والجمعة الثانية، بس أملنا إن شاء الله أن نكون معكم بالعام القادم ويكون في أمسيات بإذن الله أيام الجمعة في رمضان. كل التحية لجمهورنا اللي كان معنا في باب العمود باسم فرقة القدس، بحييكم أخوكم منشد مراد الزهري، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طب بتفكر تكون في أمسية تانية في باب حطة، ولا بس المنع كان في باب العمود؟ أو صراحة مش رح نعمل باب حطة، نعملنا باب حطة بس مرة واحدة بالسنة، الباب العمود ثلاث مرات. باب حطة لأنه بيجيبوا كل أسبوع فرقة، عرفتي؟ برجوش إلا يعني مرة واحدة بس إن شاء الله. طب سؤال أخير، هلا في ناس عم بيثيروا جدل على الأشياء اللي عم بنشرها لكم، إنه هذا الإشي بيعمل تجمعات مش مطلوبة، إنه بتكون بعد الصلاة وقريبين على الأقصى وإنه بيزموا من هاي الناحية. إذا في عندك تعليق. طيب طبعا بالنسبه لهي التجمعات اللي بتقوم في تكون في باب العمود او في باب حطه، طبعا هاي التجمعات بالنسبه للناس اللي ما بيعرفوا، هاي بتكون بعد انتهاء صلاه الثمان ركعات تراويح في المسجد الاقصى المبارك، بتبدا بعد انتهاء الثمان ركعات بعشر دقائق. طبعا هذا التجمع هو تجمع عفوي للناس الخارجين من الصلاه، فاحنا بنحرص في هذا التجمع على انه نضفي جو من البهجه على اهلنا المقدسيين والمصلين القادمين من الضفه الغربيه ومن الداخل الفلسطيني، تجشموا متاعب السفر بالساعات لكي يصلوا المسجد الاقصى. فهدفنا من هاي الامسيات اضفاء جو من البهجه على القدس. فللي بيعترضوا على هاي التجمعات انه اولى انها تكون في الاقصى، طبعا هي تجمعات خرجت من المسجد الاقصى، طبعا هذا بعد انتهاء الصلاه، هذا ما بيكون في وقت الصلاه، بيكون بعد انتهاء الثمان ركعات من صلاة التراويح. الله يجزيكم الخير على آرائكم، لكن اقتضى التنويه على هذا الموضوع. إن شاء الله بارك. مين بالقدس ما بيقدر يوصل للقدس؟ أنا على الفيسبوك تبع الفرقة بعثوا لي ناس إنه إحنا من سبع سنين ما فتنا الأقصى، إحنا من 12 سنة ما فتنا الأقصى، ففي ناس كتير محرومين من الحضور هذا، فحضورنا اليوم في باب العمود كان لأجل إنه نرجع شيء من البهجة المفقودة لشعبنا الفلسطيني في القدس والفلسطينيين الموجودين معنا في هاي الأمسية. سؤال أخير. وش بدك تفكر أصير؟ سؤال أخير. طبعا توج هذا النجاح اللي قمنا فيه بامسياتنا باب العمود بمنعنا من قبل الشرطه الاسرائيليه بحجه انه هذا التجمع غير مرخص. فانا اليوم بنظر الى باب العمود وانا على بعد ايام من يوم الجمعه القادم اللي كنت مرتب انا وفرقه القدس انه راح نكون في اخر امسيه رمضانيه في مدرج باب العمود، انظر الى هاي الجموع التي راح تحضر للقدس، تستنى هاي الامسيه في العشر مساء انها راح تطلع من باب العمود تلاقي ما في امسيه، وذلك بسبب منع الاحتفال. انا اقول بانه احنا الحمد لله رب العالمين بهذا المنع الظالم اللي هو بحقنا، ونعنا من ممارسه نشاط ديني، نشاط تراثي في مدينه القدس، لكن اوصلنا رساله الى كل العالم بان نحن موجودين، وصلنا رساله الى شعبنا بان نحن يد واحده بالقدس، ندافع عن تراثنا وعن بقائنا فيها، ونسال الله عز وجل في العام القادم ان ييسر لنا ان نقيم هذه الامسيات، ويعني تكون في كل جمعه باذن الله، ويعذرنا جمهورنا الفلسطيني في كل مكان على عدم تواجدنا في الجمع القادمه، ولكن هذا هو السبب. عيد وانتي بالهنا يا قدس يحميك الله، كل عيد وانتي مزينة وبيوم عيدك نتحلى، تكمل فرحة أصحابك لما يعودوا غيابك، تكمل فرحة أصحابك لما يعودوا غيابك، من
زين كل بوابك يا قدس تظلي أحلى يا قدس تظلي أحلى يا قدس تظلي أحلى كل عام.